هم في تحد دائم مع هذه التضاريس الجبلية الوعرة وعامل الزمن في أضخم مشروع استراتيجي مهيكل استفادت منه ولاية بجاية، مشروع الربط البعدي لمحطة تحلية مياه البحر تغرمت بتوجة. بماكينة خارقة للاستيعاب وتكنولوجيا الصناعة المتطورة في مجال إنجاز القنوات وشبكات التوصيل والخزانات الكبرى، تتواصل أشغال تثبيت قنوات الجر والإمداد لمحطة تحلية مياه البحر بتغرمت. تتواصل عبر مختلف المحاور الرئيسية الأشغال، والتي تتمثل في وضع 41 كيلومتر من قنوة الجر ذو قطر يتراوح بين 1000 مليمتر و 1800 مليمتر، ومحطتين للضخ وأربع خزانات بسعة إجمالية تقدر ب 100 متر مكعب. أشغال الحصة الأولى والثانية من مشروع الربط البعدي لمحطة تحلية مياه البحر بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز. La pose de conduite, car on a les environs à 23 km de pose sur 29 km. راهم مع ركوردمون. ومتابعة مستمرة للمشروع من قبل أطقم صاهرة على ضمان الجودة ونوعية الأشغال. رانا هنا نرفق الأشغال من ناحية تقنية ونوعية في شتى الورشات، منها البناء والخرسان. وعلى مستوى المحطة الثانية للمشروع المهيكل وتحديدا في محطة الضخ شرف عطا الله، الأشغال تسير على قدم وساق لتركيب المضخات والعتاد الهيدروميكانيكي. وضعنا المحركات والليغوبيك توبومب دان دي بي دو شاك سي 600 لتر سكوند اش ام تي 160 متر. قمنا يعني بمعاينة هذه المنشأة المنجزة في إطار النظام البعدي، كل المجهودات المبذولة لكي نكون يعني في الآجال المحددة من طرف السلطات العليا للبلاد. بالتوازي مع تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بتوجة، نظام الجر والإمداد هذا سيسمح بتحويل 300 ألف متر مكعب من المياه المحلات يوميا عند دخوله حيز الخدمة.